لورانس اسم علم مذكر إنجليزي من أصل لاتيني معناه التاج المصنوع من ورق الغار الذي كان قديما يلبسه القادة دلالة على النصر والافتخار. ولورانس العرب واسمه لورانس توما توفي في 1935 كان معتمد إنجلترا السري لدى الزعماء العرب ولا سيما الشريف حسين، وأصبح الاسم يستخدم في العالم العربي. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لقناة تصميم الأسماء وهي موجودة في الوصف أيضاً.